استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر في قصر القضيبية اليوم سعادة السيدة سوشما سوارج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة التي تزور مملكة البحرين حاليا لترأس وفد بلادها المشارك في الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث نقلت إلى سموه تحية فخامة الرئيس برناب مخرجي رئيس جمهورية الهند ومعالي السيد ناريندا مودي رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص المملكة على زيادة التقارب البحريني الهندي المشترك من خلال استحداث المزيد من الفرص التي تدعم النشاط الاقتصادي والتجاري وتنمي الاستثمارات المتبادلة، مؤكدا سموه أن قيادة وحكومتي البلدين لديها الرغبة الأكيدة في تعزيز النشاط الاقتصادي، وأن تبادل الزيارات بين المسؤولين تخدم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مؤكدا سموه أن العلاقات البحرينية الهندية لها محطاتها المضيئة التي ستظل ماثلة في تاريخ البلدين. ونوه سموه بما تشهده جمهورية الهند الصديقة من نهضة وتطور في العديد من المجالات وما تشكله التجربة الهندية من نموذج متميز في التنمية الاقتصادية التي تشكل مصدر إلهام للعديد من الدول الساعية إلى التقدم والازدهار. وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجالية الهندية في دعم مقومات التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن الجالية الهندية تحظى بكل الرعاية والتقدير من أبناء الشعب البحريني. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون البناء والمثمر بين البلدين الصديقين على كافة المستويات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبها أعربت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، منوهة باهتمام سموه بدعم كل ما من شأنه تطوير التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدة حرص بلادها على تنمية التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، مشيدة بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور على كافة المستويات.